فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخذ مسجدا ولا يمكن أن يصير مسجدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد ودعاؤه مستجاب، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، لا، الحمد لله قبر الرسول مصون، ولا أحد يشرك عنده، لا يذبح عنده أحد، ولا ينذر عنده أحد، ولا يستغيث بالرسول أحد ظاهر، إن كان يستغيث بينه وبين نفسه نحن ما ندري عنه، لكن شيء ظاهر هذا ممنوع والحمد لله وعلى الحراسة. وأيضا قبر الرسول ما يرى ولا يصل إليه أحد، محاط بالجدران خلاف القبور الأخرى إنها تظهر لهم ويقفون عندها ويسجدون عليها ويلثمون من ترابها، أما قبر الرسول ما شاف أحد أبدا غير الخواص من أهل العلم، مصون محفوظ ولله الحمد، عنده حراسة ليل ونهار، هذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فضيلة وكون بعضهم يقع في شيء من هذا سرا بينه وبين الله، إنما ما نعلم الغيب، هذا بينه وبين الله، الله سيحاسبه على ذلك. نعم.